السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي وأحبابي، أهلا بيكم. وحشتوني 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 وحشتوني. طبعا جيت النهاردة حلقة جديدة وعهد جديدة وتيك توكات جديدة، بس يعني برضو أحب أنوه وأنبه وأحذر وأي حاجة أنتوا عايزينها قبل ما نبدأ الفيديو. اللي عنده ضغط واللي عنده سكر واللي عنده المرارة واللي الدنيا حاطة عليه وكلنا الدنيا حطت علينا، اوعى تتفرج على الفيديو. اعمل لايك واشتراك بسرعة 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 وسيب القناة واجري. اوعى تتفرج على الفيديو. انا نبهت وحذرت وقد اعذر من انذر، يعني انا قد اعذر من هو عمل حاجة من يعني كده. يعني يلا بينا نبدأ. يلا يا عمي خلاص، حاجتي كتبولي باللايف انتي مسلمة او مسيحية، وحياة القرآن هعملكم بلوك. يمي 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 خافي يا عيني، هتعملكم بلوك يا جدعان؟ ما هو يعني السؤال مش في محله، ما هو الإجابة واضحة على اللبس وعلى الكلام، فالإجابة واضحة. يعني مش محتاجين إن احنا نسأل سؤال زي ده إلا إذا بقى إيه احنا عايزين نترزع بلوك. هتحرمنا من طلتها البهية وتعمل لنا بلوك يا جدعان؟ خافوا 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 يا جدعان. انت خفت؟ عمو 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 انت خفت؟ طنط خافي طنط خافي. اصل هتعمل لنا بلوك. وحياة القرآن هو ده حلفان؟ ده حلفان اولا يعني؟ انا خفت. صلي على النبي يا قلب ستك، اما تدي حد اكتر من قيمته يما وتعمليه معامله الفنادق السبع نجوم وهو اخره مرتبه مكمكمه في بنسيون، وتقعدي تنفخي فيه ما تزعليش اما يفرقع في وش، ما انت كل ما هتنفخيه هيفسيك، تشكري فيه وتقولي شعر هيعيب فيك، عايز يقلل منك ما انت اللي بتفكري باصل، وكل يرى الناس بعين طبعه هيتمرع عليكي وثقه ايه وشموخ ايه ولا ملوك اهرامات الجيزه، وتيجي تقولي لي خدني كام باب بس اقولك بس خدامة باكيز كدب الكدبه وانت خليتيه يصدقها. الله مش جم يلبسوا الحصان الحدوه مد الفر رجله. اعرفي مين اللي تديله قيمه حبيبتي ومين اللي ياخد بالقديم. اللي يعمل المعروف مع ابن الاصول يتقدر، واللي يعمله مع قليل الاصل يتقدر، واللي ما شبعش على طبليه ابوه لو فرشوا له سفر عمره ما يتمر. فهمت يا زغلول يا قلب ستك؟ كان زمان بينا وبين بعضنا بنقول ايه مودة ورحمة ونعامل الأصول ونتعامل كويس عشان يتردلنا. دلوقتي تتبطى بتدينا نصايح بصراحة هي مية مية، لأن هي ماشية مع الجيل الدنيا اللي احنا وصلنا لها. يعني تتبطى جاية من بعيد بتدينا نصايح لقدام، فاحنا المفروض ايه نمشي على النصيحه. يعني المفروض ايه نذبح له احنا القطه من اولها ونبقى احنا راجل البيت. يعني احنا ناكس، يعني احنا خلينا ايه احنا راجل رجاله البيت. اصل هو ما عادش في رجاله، يعني الرجاله خلصت من زمان من زمان من جيل الثمانينات. ده كان اخر الرجاله تقريبا، يعني الرجاله اللي بعد كده بلح. لا بلاش برح. عقبالك يا روحي لما تتطلقي انت كمان وتعرفي احنا بنمشي على حل شعرنا ولا بنمشي على حل. عقبالك. بعدين يا جماعة انا ما اتطلقتش والله، انا خلعت. هناك فرق. طب ليه يا حبيبتي عقبالك ليه مش انت بتقولي انا خلعت وهناك فرق؟ وبعدين يعني احنا اللي احنا شايفينه غير اللي انت بتقوليه. يعني هو انا دي بزيادة، يعني دي موجودة وبزيادة. يعني احنا بنشوف كل حاجة وبندقق وبنوحص والحاجات دي كلها، يعني الحاجات دي كلها موجودة يا قلب اختي. بس يعني انت كان زمان بيقولوا مثلا لو الجمل كان شاف صنمه كان اتدور وقطمه. يعني انت عامله نفسك مش شايفه، عامله نفسك عميه، بس يعني ليه بتعملي ده؟ يعني
مش عايزة أغلط تحدي الصراحة الصبح كده يعني. كملي كملي. وهي لما هتطلق يعني مش تعمل زيك عشان هي مش تربية أمك. شباب ثانية هوريكوا حاجة، البنطلون ده بحبه جدا، بصوا هعدله معاكم. تعب معايا بقى في سفر في خروجات، متصوره بيه احلى صور، كل حاجه جامد تمام. بديهم انا، ممكن تقفل باب اذنك، اقفل باب ثانيه بس، بوظت لي المعلومه يا بابا، بوظها لي ليه؟ والله العظيم ثلاثه لكمل. شايفين البنطلون ده بعشقه بعشقه بعشقه، حلو. جيت خارجه باخر خروجه حسيت انه ضيق عليا سنه، ضيق سنه بسيطه. نزلت النهارده جبت ده، وعلى فكره انا مش قصدي على البنطلون، بعيدا عن اننا شفنا البنطلون يعني شفناه وشفناه ضيق شويه، بس احنا كان المفروض نشوفك وانت لابساه ونشوف التاني هو، واحنا احنا اللي نحكم بقى ضيق شويه وسع شويه. ما علينا. انا قبل كده كنت بسأل على ايه؟ على بابا. بابا دخل عليا اقفل الباب يا بابا، بوظت لي المعلومه. بابا اهو يا جدعان، ده طب بابا موجود وعارف ومبارك و اهي بابا اهو. يعني بعد كده اللي يلاقيني بسأل على بابا او ماما او جوزه او الكلام ده كله، يعني مش عايزه اقول يعمل ايه الصراحه، يعني عشان انتوا هتعملوا كتير اسأل تاني ومش هنلاقيهم. وبعيدا عن ايه، ما بتكلمش عن البنطلون، بتكلمي عن ايه؟ ما احنا لازم نفهم انت بتتكلمي عن ايه، بدل ما تتكلميش على البنطلون. معلومة جديدة، أنا كل يوم أدخل عنده وبعكسه، هو حلو كتير ده على الحاج أحمد. يا أختي خشي وطري له القعدة، هو في حد يعني بيخش الأكونت ده؟ الأكونت بتاعه واقف على 450 بقاله 100 سنة، خشي طري عليه القعدة كده وارفعي من معنوياته، إيه المشكلة؟ عكسي يا أختي برانتي، كلتي منه حتة يعني، ارفعي من معنويات الراجل، ما مفيش حد بيشوفه أصلا، فإيه المشكلة لما أنت تدخلي؟ عكسي عكسي، وأنا مدياكي برميشن تعملي اللي أنت عايزاه يا ست الكل عادي. ده انت لو ياسمين عايز سمعتك هتديكي بالقبقاب، يعني ممكن تكوني ما انتش عارفه القبقاب، بس يعني هي هتديكي بالقبقاب. هو مين يخش عنده عكسية وعادي وديها البرميشن ده؟ جوزه، هو جوزه عامل اكونت والناس بتخش عادي يخش عكسي؟ ما هو مراته عامل اكونت والناس تخش عكسه، يعني ما انت لازم تديله البرميشن عشان هو كمان يديك البرميشن. ما انت لو ما اديتيش البرميشن مش هتاخديه. هو احنا نفكر كده، هو لازم ندي عشان ناخد، احنا ادينا البرميشن لماما عشان احنا كمان ناخده، مبقاش حد احسن من حد، تبقى تفرقة عنصرية كده. لو هو ما ادالناش البرميشن واحنا مدينه البرميشن، لا ما ينفعش. بس هو انا شايفه ان هو مدي البرميشن يعني ومديه بزيادة، فهو بيدي واحنا بناخد، هو بياخد واحنا بندي، حد هياخد وحد هيدي. هو الله يرحم ايامه كان بيسمع خطوات الشيطان، كنت فاكراه متدين، طلع بيسمع خطوات الشيطان عشان يطبقها. الا قولي لي يا سولا، يعني قولي لي بصراحه بصراحه، يعني هو اللي كان بيسمعها لوحده ولا كنتوا بتسمعوها انتوا الاثنين؟ ما هو بالضحكه اللي في الاخر دي يبقى انتوا كنتوا بتسمعوها انتوا الاثنين، كانش هو بيسمعها لوحده. هو بيسمعها لوحده، كان طبقها لوحده، انما بتطبقوها انتوا الاثنين وهو بيسمعها لوحده، ده تخاطر ده ولا ايه بالظبط؟ يعني عشان نبقى عارفين، يعني تورد افكار. ده تورد افكار صح؟ اكيد اكيد، يعني انت كنت بتقعد تسمعي معاه، يعني انت كنت شايفاه هو بيسمعها لوحده، فيعني هو سمعها وانت طبقتي. حاجه من الاثنين، ما هو ما ينفعش بالضحكه الاخيره دي، ما ينفعش يكون هو سمعها لوحده وطبقها لوحده واحنا اجتهدنا. ده اجتهاد يا سورة؟ ما هو اكيد يعني منكم نستفيد او نتعلم او اي حاجه، يعني هو منكم هيحصل حاجه. مرحبا، تعرفوا انه اكبر ضعف ممكن يواجهنا بحياتنا هو انه نستسلم؟
بس أكتر طريقة مؤكدة للنجاح هي إنه نحاول مرة تانية. والله مرحبا. قبل كده أنا قلت اللي بيتلسع من الشوربة بينفخ في الزبادي، قلت لها إحنا ما بننفخش في الزبادي، إحنا بننط في حلة الشوربة. فأنت عايزين ننط في حلة الشوربة وحلة الطبيخ اللي جنب الشوربة؟ يعني نحاول مرة تانية ليه؟ يعني إحنا حاولنا، إحنا كشعب بنحاول، يعني بندي عدد لا نهاية من المحاولات لغاية ما قفانا بيورم وكل حاجة فينا بتورم، فبنضطر في الآخر إن إحنا نبعد ونيأس ونستسلم. يعني المفروض إن أنت تقول لهم لأ، يعني اللي تلسع من الشوربة انفخ في الزبادي، يعني خلاص ما هو إحنا جربنا مرة، هنستفاد إيه لما ناخد على قفانا تاني؟ يعني هي هو قفا واحد كفاية، قفا واحد يعني كفيل إنه غير الدنيا يعني بقى. فبلاش ان احنا نمشي بمبدأ ان احنا نمط في حلة الشوربة. يعني اتلفعنا خلاص مرة، اوفي ياحا خلاص، بس خلاص شكرا. طلع استنوا اوريكم بقى وانا خاسة ولا وانا، بصوا بقى خسيت ازاي، خساسين باحت. بس مبسوطة بقى ان انا خسيت. انتوا ايه رأيكم بقى، وانا خاسة ولا وانا مقلبزة؟ وانت خاسة وانت مقلبزة وانت قلعة وانت مش لابسة وانت كل حاجة. احنا قاعدين معاكي بنتفرج. بصي هو انت اعملي واحنا هنتفرج، انت قلعي واحنا هنتفرج، انت كده واحنا هنتفرج. ليه يا ماما؟ ليه يا حبيبتي؟ واخدة هدوم اختك الصغيرة ليه؟ رجعهم لها، هي محتاجاهم، الجو برد الايام دي، الجو برد، هي محتاجاهم تتدفى. يعني دفيها ودفي نفسك وارحمينا وارحمي نفسك. يعني طبعا انا مش هسأل عن حد، ما يخصنيش حد، لان كله بيبقى موافق ومبارك. اهلا وسهلا، كل سنه وانتم طيبين. احنا فين؟ احنا جينا هنا غلط؟ نطلع؟ احنا دخلنا تليفونك تقريبا، يعني احنا اللي خدنا. بصوا يعني يا حبايبي كده، احنا كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. مش عارفة هي البنات شاربة متعطية ايه، البنات حصل في مخها ايه، محتاجين يروحوا مستشفى المجانين، محتاجين اعادة تأهيل، محتاجين حاجات كتير. يعني بصي انا مش عارفه والله، يعني هفضل اقولها واكررها، الاهل كانوا مشغولين في ايه وما ربوش. يعني انتوا خلفتوا ليه؟ خلفتوا بامانه ليه؟ كده خلاص كفايه عليكم النهارده، اشوفكم في حلقه جديده. بس قبل ما اقفل، ما تنساش تعمل تحت اللايك واشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. بحبكم كلكم، سلام عليكم.